بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا مستبشرين برضاك عنا يا كريم، ولا تخيب رجاءنا فإننا متوكلون عليك تمام التوكل يا خير وكيل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. ما قلنا مودة بيناتهم، وقت اللي تقول عليها الحمل زوجة زاد هدرها وزاد قرب منها وزاد خاب عليها، وتمنى سلامتها وسعى في تحقيق تلك السلامة. فلما أثقلت دعوا الله، مش دعت الله، دعوا الله ربهما، يعني معتبرين بالربوبية لله سبحانه، ولا تصح العبودية الربوبية إلا له، ولا نكون إلا في حال العبودية له. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وما في عامة الناس وقت اللي يحبوا يبعدوا على المشاكل في مناسبة الحمل مثلا، ولا مناسبة تجارية ولا مناسبة قضائية ولا حاجة، يطلبوا ربي باش ينجيهم بقل خسائر وقل هموم وقل خيبة أمل. لكن خبث البشر يعني هو ذريعة إبليس لعنة الله عليه، ووعدوا كل لكل البشر، لكن اللي مش يفر مع عدواتي هم كلا. نحن إن شاء الله نكون من المقربين لله، من الأولين في الذكر والحمد والشكر والتوكل على الله. أمين يا ربنا يا عظيم.